نظمت الغرفة الفتية الدولية بالتعاون مع محافظة حلب والجمعية السورية للمعلوماتية ماراثون التنمية المستدامة حول قلعة حلب بمشاركة نحو 140 ممثل عن الفرق الشبابية المجتمعية الأهلية. مشاركين رح يركضوا حول قلعة حلب 3 لفات، بكل لفة رح يكون عندهم أسئلة عن أهداف التنمية المستدامة. أهداف التنمية المستدامة اللي حطتها الأمم المتحدة واللي سوريا وقعت على هاي الأهداف، ودايما بنشوف حالنا بسوريا إنه رغم الحرب ورغم الأزمة اللي عم نمر فيها، نحن من الدول القليلة بالعالم اللي قدرت تغطي كل أهداف التنمية المستدامة. هو ماراثون ثقافي، يعني حيكون فيه أسئلة عن التنمية المستدامة وأهدافها. كل ما حدا حيجاوب عن سؤال حيعدي نقاط، هنا حيكونوا 6 نقاط، وطبعا بالاخير اول تيم بيصل لاخر نقطه هو حيكون عنا الرابح. طبعا حيكون في 3 جوائز، واللي حيربح منهم هو لازم يقدم مبادره العلاقه باهداف التنميه المستدامه. نحن توجهات المحافظه لتشجيع الشباب ولتشجيع تحقيق الاهداف التنميه المستدامه، تم تقديم كافه المساعدات والمؤازرات الممكنه لانجاح هذا الماراثون. هي فكره جميله جدا، عم تخليها الناس تشارك مع بعضها كفرق عمل وتثقف بعضها البعض من خلال اسئله والتعرف على بعض القضايا اللي بتهم التنميه، بتهم السكان، بتهم الارض. يعني نشتغل مع صندوق الامم المتحده للسكان على برنامج التعليم للجميع، فبهذا البرنامج في كثير فعاليات عم نشتغل عليها. امبارح كان عندنا يوم مفتوح للجمعيه العلميه السوريه المعلوماتيه، واليوم مع جي سي اي حول القلعه ولنشوف الشباب واهداف التنميه المستدامه وتفاعلهم معها. تضمن الماراثون الذي شارك فيه 21 فريقا من الجمعيات الاهليه والفرق الكشفيه والمنظمات الشبابيه بحلب الدوران حول القلعه ومسابقه بين الفرق المشاركه حول اهداف التنميه المستدامه، ليكرم الفائزون الأوائل داخل خان الوزير الأثري في الختام، بالإضافة إلى تنفيذ وتمويل أنشطة ومبادرات اجتماعية لهم تصب ضمن أهداف التنمية المستدامة. النشاطات اللي عم تصير عنا صح متعب، بس كثير كان بيصير لي نشاطات كثير حلوة، فعاليات يعني بحب هيك قصص. كان نشاط متعب بصراحة، بس مو فيه هيك مثل روح تحدي، فبيضل تحس بدك ترقد بدك ترقد حتى لو تعبت وما توقف. كان شيء حلو الحمد لله ومشي الحال، رقدنا وتعبنا. هذا الماراثون كان كثير حلو، فيه نشاط، فيه حماس، فيه اسئله، فيك تقول انه يعني ما بقدر اوصف لك قد ما نحن كنا منسجمين ومتفاعلين. تهدف الفعاليه الى التعريف باهداف التنميه المستدامه التي توليها سوريا كل الاهتمام في اطار السعي المستمر لتحقيق عمليه التنميه الشامله في المجتمع وتنفيذ الخطط والبرامج التنمويه من المحافظة لإعادة أعمار كل ما دمره الإرهاب.